بخصوص حديث النبي لا تدع ما ليس عندك ولا تدع ما لا تملك، حديث سيدنا حكيم بن حزام. هل حضرتك الان ينفع ان احنا هل فعلا ورد ان بعض الشافعيه او الامام الشافعي قال بانه يجوز اللي هو بيسموه السلم الحال، اللي هو يجوز الانسان ان يبيع ما لا يملك الان في هذا الوقت اذا كان يملك السلعه او يقدر على تسليمها، اللي هو من ياخذ بتفسير الحديث على المعنى اللي هو العله، يعني طالما انا ما اقدر اسلم السلعه دلوقتي والامر المتاح، فهل فعلا الشافعيه قالوا بانه السلم الحال اللي هو يجوز ان تبيع ما لا تملك اذا كنت تقدر على تسليم السلعه يجوز؟ ما معنى السلم الحال؟ يعني أنا لا أعرفه أن النبي قال لا تبع ما ليس عندك، لكن استثني من هذا الحديث بيع السلم. تعرف السلم أو لا تعرفه؟ نعم أعلمه. بس هكذا خلاص، استثني من لا تبع ما ليس عندك بيع السلم. طيب لو أنا أخذت الحديث بالمعنى لا أخذ مثلا، لو لا أخذ بالمعنى الحرفي، أخذت مثلا المعنى أن أنا طالما أن حاليا أقدر أملك السلعة وأقدر أسلمها وأقدر، يعني ما فيش. لا يا حبيبي، أنا بكلمك، أنا ما كنت أنت فاهم معنى السلام. فالسلام السلعة ليست عندك الآن، أنا دفعت لك الفلوس والسلعة أنت لا تملكها الآن وليست عندك، هتملكها في واحد رمضان مثلا. صحيح. طيب خلاص، ما فيش إشكال. بس ممكن آخذ، بس قالوا شرط أنك تأخذ المبلغ كاملا وليس جزءا منه. ما هل هذا إجماع أو فيه نزاع؟ تقريبا فيه نزاع. خلاص، في بعض النزاع الخفيف ممكن، يعني السلعة مثلا، أنا قلت لك حتى أفهم إخوانك المشاهدون، لو الأخ سيد ما أدري موضوعك سيد الحنفي، لكن إجمال القول أنا الآن قلت لك أنا أريد منك طن رز مصري رفيع الحبة نسبة الكسر 10%، طن رز مصري، حددت الوزن، حددت الصنفة، حددت الثمن بألف جنيه، وتسلموا لي في واحد رمضان، حددت الوقت، من أسلف فليسلف في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. خذ يا زيد، افترض اسمك زيد، يعني خذ يا زيد الألف جنيه، يبقى أنا ليه عندك يا زيد في واحد رمضان طن رز، هذا السلم. هو ليس عندك، استثني من حديث الرسول لا تبع ما ليس عندك، استثني السلم. هل يجوز أن أقول يا زيد أنا خلاص اتفقنا على طن رز بألف جنيه، خذ الألف لكن ما معي في مئة، هجيب لك بكرة، هجيب لك يوم يومين ثلاثة، لا بأس بهذا عند بعض العلماء. فمن العلماء من يشترط تسليم الثمن كاملا، ومنهم من يجوز إبقاء بعضه مع الاتفاق، والله أعلم. لكن الأحوط لا تبقي شيء. السلام عليكم.